أعود إليك لارا، ولكن في الشق الإنساني على ما يبدو، أنت في المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، يتحدث الإسرائيليون أو يطالب الإسرائيليون ويصدرون أوامر بالإخلاء لسكان قرى جديدة في الناحية اللبنانية إلى ما بعد نهر الأولي. أساساً هذه المناطق لارا هي أهلة بالسكان الآن أم خرج كل أهالي السكان هذه؟ وعن أي مناطق نتحدث؟ الرقعة الجغرافية التي يراد إسرائيلياً أن تكون فارغة الآن؟ هو فعليا صار هم يريدون كل الجنوب فارغا الآن، يعني فيما نتحدث نسمع أيضا صوت القصف، هم يريدون المنطقة كلها فارغة، لذلك دائما ما ينادون بالذهاب إلى شمال نهر الأولي، وبالتالي يعني تقريبا الخروج بشكل كامل من الجنوب والتوجه نحو بيروت، يعني تقريبا من صيدا إلى بيروت. اليوم 25 بلدة تم تحذير الناس من البقاء فيها وطالبوهم بإخلائها، ولكن نتحدث عن بلدات مخلاة إلى حد ما. هناك ناس رفضوا أن يخلوا منازلهم وأن يذهبوا أن يرحلوا عن بيوتهم، لا سيما ناس كبار في السن. لافت جدا موقفهم هنا، لا يريدون أن يتركوا بيوتهم ويذهبوا إلى مراكز نزوح. ففعليا نتحدث عن عدد كبير من هذه القرى أصلا أصبحت فارغة، ونتحدث عن أن فيها حجم دمار كبير. عندما نتحدث عن المناطق الحدودية هي فرغت منذ وقت طويل باستثناء البعض منها التي تعتبر إلى حد ما بعيدة عن القتال، ولكن عندما نتحدث عن العمق الجنوبي كاليوم مثلا تم يعني تحذير بلدات موجودة بتقريبا الجانب الغربي من الجنوب، ولكن على يعني بعيدا عن الحدود، هذه البلدات أيضا كانت قد خلت من السكان إلى حد كبير، وتوجهوا كلهم أصلا إلى سواء مراكز نزوح أو منازل خارج الجنوب، سواء باتجاه بيروت البقاع أو حتى الشمال اللبناني.